فجأة نهار سجن تدخل بالنسبة للمجلس، نواب المجلس، رؤساء المجلس ديال البلدي الناظور، تغنشين كاجن الدراسة على أساس انتقاضى لشان ملفات الشكايات المواطنين، يغاسن دي الأحياء انسن كوريجن نوع الشكاية. دونك تغنقا انفغى الأسواق، ترتيباتي توغان غنفغى نهار غا الأسواق على أساس الحراسة السوق المركب التجاري، الحراسة السوق المركب المركزي يعني الببوش بين قوسين. ثم نتفاجأ ماشي دوم منير، نتفاجأ بالنواب الرؤساء ديال الجامعات الناظور وسيند وشينا نغيجن يعني مش نوخ مني داخل سبدني يعني خدمتي غانيك نهارا وسيند غاسن شنحاش المستعجل هذا غوش نيجن العمل اثني كزاس نقوم على حساب كوفيد 19 يعني المشكلة غانغي جندي العالمي كورونا. ثم باش وشينا نغطش المقترحات انواع المواطنين على حساب الكمامات الابعاد ما بين الانسان للانسان، سجن المترو، الاحتفاظ الممر الرجلين، الاوساخ التعيات تسمى الاوساخ الزناقي، يعني ذي النيشان بعض المواطنين وجبوا مارا نهار المواطن الحمد لله تسمى قثك القانون يتبنى من خلال الممارسة اللي غنكرايا ذي ثندينت، يتبنى المواطن يستوعب مزيان يعني واقيم بو وميجن وقتو غا شوات غاس شوات الجهل يعني شوات نتغنات شوات وانت غير قانوني بعدا تغنات دونك نهار مليح نهار تبنى نهار الشباب وعان يعني ستوبن خدمنا يعني قنا كي نغذي الخط يعني ذي النظام تعجيب بس نحتاني النظام غير الممارسة الشرطة الإدارية مفهوم الناس طحن فهمت يعني ليس التوعية ليس الإنذارات ليس شن القرارات التنفيذة فين نكسي نتغا ونقار خمني تيري السيد وخص ودي فهم إلى بأنما يعد آخر حاجة نخواج جانس مثلا نيغ يخص يستخدم يجمون حاجة بدون ترخيص نيغ شمار ثار رخصة نتري وتجيبوية مني غير قانونية انت فهمتي لقد قانونية. دونك نهارا انا راح حكي المجلس التعليمات النواب فجأة انا نغدغى المصلحة الشرطة الإدارية على اساس باش انا راح نقوم الواجب يجاني يخسانيك نهارا يعني دي تنظيم الشرطة الإدارية زي اسمه باش تحرير الملك العمومي النقطة السوداء من يجي المشاكل يجات مثلا دي نيودان غاسن مثلا راح على المطار تبلعن تقنازرو تبلعني بريدن قاناش لا بوركي وقت عدتو الشاقة غنخمطين جيت نغني قحقا غنخدم ذي الجيتين تاج المساحة مغار يتبلع عبري دوك نهار خصنا حنا نازم بريدني في نفس الوقت انا وعام نمشي اذا مني غنوعى يودان نسل الكمامات باش ان شاء الله ذي كمر منايا الله تعالى خنغيكسي الوباء يا أتعقب الأمور إلى ما كانت عليه قبر. ثم النبي إنما حملة توعية لتحديد من الوقاية كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء النقطة يا جيت المجلس باش خاص نخدم نهار إن شاء الله تحرير الملك العمومي السوداء على تسمى المحاربة ديني جنوع نركز خيش النقطة يجنوا عن يودان خدمن دي غسل المحلات المستودعات البيعة يعني الخضار التوين بدون قانوني بدون سند قانوني يعني من نوع عن يودان تطفن المحلات دي الأحياء استغند الخضار زي برا بدون قانون يعني واتفن بوغان غال مارشي دو غران يعني السوق الجملة دونك ذا توقع شوية المخالفة ذا يعني إذا غتسمى تخصصات يعني نشينا الزو التجار هذه يوقع يعني غنغدس المارشي النظار احتار من باش توقع التجارة في أحسن الظروف. ثم ينسيور خدمة يخيني يخدم نوعية نيوداني ترحن غا ممش نغا تقل المستودع بدون ترخيص قانوني يعني يسنو فارس سرعة يعني نقارس مشنو الشغل نتراباندو هنا إخساء غصنا حقا يودان يعود غنو عيان يودان باش هذا سنو شيج الإنذار
التف السرعة تتدف سرقانون الجملة غا السوق الجملة، السوق الجملة الناظور يعني غرون مارشي. النقطة النغنيت غنغ بعض المحلات، بعض المحلات الكراجات يتقاش ممنوع الوقوف، يعني ممنوع الوقوف يحس بان ما امشاني نس نتا ما غا يقرس قص غدا تدا ثيينو دونك ورس الشارع نينو ونيجي القلاط نبقران، لان الشارع الملك العمومي ماشي بول الملك الخاص. الملك الخاص يعني تدا في غاس ماني غايف، اما الملك خميس هو تاغيري اللي توحسب الملك العمومي يعني الملك الشعب. النقطه يا السيد فيتي تورات النقطه يا باش نعايو ذاني باش تف هذيك السن العقليه ني بانما تقد طوافينو دونك ورات الشارعينو خصا الدكا خصا ان شاء الله واتيريشا باش هذي تفهم المواطن بانما الشارع ني نغمار المواطن مار ماشي بو غير نسنتا. ثم ما مشي دو مني ثم نعقب ان شاء الله المشاكل اللي غنغى الاداره نكمل خميتو غانا ونتشكر نادور سيتي الزياره فجاه نغد حتى نادور سيتي فجاه نغد ولادني خ الزياره غا المصلحه هي الشرطه الاداريه ولادني بدا ان شاء الله تيري التواجد نسن بدا ما مش نتوارى التواجد نسن دي فندين بدا قال حتى نيني تجاهد انك المواطن يعني نقين خو غزدي سن غرب دا يعني بدا تعاوننا نغرب دا قاينا كاين يعني من شينا منين يعني شين مصلحة مرة دي شن ام الشرطة الإدارية ام المواقع ام نشكر مرة المواقع لأن مرة المواقع حتى نيني تجاهد انك يعني الجهاد يعني خميس سكون تبرتي بنادم ونيجي نجهاد نبقران يعني خمي تمارس يعني مش نوشي واخا نتكافح نتمارس نخدم التدخلات ديها التدخلات مثلا ديال الاسواق التدخلات ديال الملك العمومي ديال الممرات التدخلات ديال الشكايات المواطنين ايوا حتى نيني ناني المواقع ناني كنيو حتى كنيو الاضافه السكوا المثابره تايا مادام السكوا المثابره تايا كنيو تناضل ما كاين غدي الدوله ان شاء الله وشكرا.